كشفت الحكومة عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على مطار بغداد، وذكرت خلية الإعلام الأمنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء في بيان لها أن ما أسمتها عصابات تنظيم الدولة استهدفت مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بستة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج. ولفت بيان الداخلية إلى أنه تم التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناء لتعقبهم. بدوره وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الهجوم على المطار بأنه عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر. نتابع. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من أربيل السيد كاظم ياور الباحث والمحلل السياسي. أرحب بك سيد كاظم. لأول مرة تتهم الحكومة العراقية تنظيم الدولة بتنفيذ عملية من هذا النوع، كيف تقرأ ذلك؟ جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييك وأحيي السادة مشاهدي ومتابعي قناة الحوار. بالنسبة طبعا نحن ندين هذه الاستهداف الذي جرت اليوم على مطار بغداد الدولي. أما ما تبعات السياسية أو الأمنية أو قراءات حكومية أو غير الحكومية، لابد الوقفة الجادة حول هذه القضية الهامة والذي يعني تهدد سيادة البلد وكذلك مصالح العراقيين بشكل عام، ولا بد أن يعني أن نقف على هذه الحادثة بكل تفاصيلها وأبعادها المحلية وكذلك إقليمية وحتى الدولية. أما ما جاءت في بيان الحكومي، طبعا نحن نحترم ما جاء في بيان الحكومي، ولكن ما الدلالات اليوم عندما يذكر أن تنظيم الدولة هي من قامت بهذا الفعل؟ يعني أي شخص عادي ربما يعني لا يستبعد هذه الاحتمال أن يستطيع تنظيم الدولة قيام مثل هكذا الفعل في عام 2022، وقد يعني منذ سنوات أعلنت الحكومة العراقية وحتى التحالف الدولي أن المعارك مع داعش انتهت في العراق، وبقي هناك جيوب قليلة هنا وهناك، ولكن في بغداد العاصمة انتهت هذا الجهد الكبير. ثم هذا إن صحت يدل دلالات يعني الحكومة تستهدف نفسها أو تستهدف أدواتها، بأن الأدوات الحكومية الماسكة على الأرض لبعضهم ولاءات خارجية أو لولاءات غير وطنية. كيف يعني نحن نعلم جميعا إطلاق الصواريخ يعني تحتاج إلى أن تعبر مسافات كبيرة جدا، ولا بد أن يكون هناك يعني طيب هذه نقطة هامة سيد كاظم. سيد كاظم، هذه نقطة هامة. عادة في الماضي، في السنوات الماضية، عادة ما ينفذ مثل هذه العمليات
جماعات محسوبة على إيران، ولا تخجل هذه الجماعات من الإعلان عن مثل ذلك، وذلك ضمن ما يقال عن صراع أمريكي إيراني. لماذا هذه المرة تحديدا برأيك اختارت الحكومة العراقية ربما التغطية على الفاعل الحقيقي واتهام تنظيم الدولة كما يرى البعض؟ طبعا نحن مع الأسف الشديد كلنا يعلم أن تشكيل الحكومات العراقية يعني تجري في العراق منذ السقوط منذ 2005، يعني تجري بتدخل الخارجي وخاصة السياسات الدولية والإقليمية، لكل طرف لديه حصة وأوراق وضغوطات من أجل يعني تشكيل حكومة عراقية وتنصيب رئيس الوزراء أو رئيس جمهورية إلى آخره. فحتى الجهد الحكومي لربما يعني عندما لا تذكر الجهة التي قامت بهذا الفعل بشكل صريح أو صريح وصحيح، لربما يعني هي تطمع أن تكون لها حظوظ يعني مرة أخرى في تولي المناصب العليا في البلاد. فاليوم نحن جميعا نعلم أنه ما لم تبقى إلا تقريبا شهر أو أكثر من الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة العراقية، انتهت رئاسة البرلمان، والآن نحن بصدد يعني الأسبوع القادم رئيس الجمهورية، وبعدها 15 يوما لرئيس الحكومة العراقية. فالجانب الإقليمي والدولي لديهم يعني أوراق ضاغطة في ملف العراقي من حيث تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة مع الأسف الشديد. فهنا يختلط الجهد السياسي مع الجهد الأمني، فتضيع الحقوق الشعب العراقي هكذا. يعني لربما الجهات الدولية تفرض على العراق حظر طيران مثل ما كانت في السابق، وهنا من سوف يخسر؟ الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي في كل الأحوال. طيب، في 2003 والآن. طيب سيد كاظم، يعني إلى أي مدى مثل هذه الهجمات الخطيرة يمكن أن تدفع أو تضطر الحكومة العراقية إلى العودة للاستنجاد بالقوات الأمريكية التي رحلت إلى الكويت مؤخرا؟ طبعا الحكومة العراقية يعني أولا القوات الأجنبية والتحالف الدولي عليه مشاكل وجودها في العراق. البرلمان العراقي يعني في الدورة الرابعة صوتت بإخراج، والولايات المتحدة الأمريكية أقرت بأنها أخرجت قواتها القتالية من العراق، وما تبقى هم مستشارون في العراق. والحكومة العراقية تحاول أن تستبعد جانب التحالف الدولي والأمريكي لكي لا تكون يعني ورقة بيد الآخرين من حيث عدم يعني خلط الأوراق الأمنية والسياسية في مسألة تنصيب الحكومة العراقية. نعم. طيب، يعني هناك حديث عن أنه المسؤول الأمني لمطار بغداد الدولي اختفى قبل أيام من هذا الهجوم. لماذا اختفى؟ ما الذي حدث؟ هل هو اختفاء أمني؟ اختطف مثلا؟ وما علاقة هذا الاختفاء بالهجوم؟ نعم، العفو. العفو. بالنسبة لاختفاء مدير الأمن المطار أو أي يعني مسؤول، نحن جميعا نعلم أن في كل يوم في العراق هناك اختطاف، هناك استهداف لمسؤولين أمنيين وحتى السياسيين لأسباب عديدة، منها يعني الجانب الأمني وكذلك يعني جوانب السياسية. وما يخص المسؤول الأمن المطار، طبعا نحن جميعا نعلم هناك بعض الملاحظات وبعض الشكوك حول المتواجدون خاصة الأمنيون في المطار بغداد الدولي، يتهمهم مجموعات أو جهة معينة لهم يد وضلع في اغتيال جنرال قاسم سليماني في مطار بغداد.
فهناك هكذا احتمالية في اختطاف، ولحد الآن الجهات الحكومية لم تعلم مصادر إعلامية أو مصادر أخرى، حتى ذوي مسؤول الأمن بالحادثة بالشكل علني، فبقيت هكذا تكهنات وهكذا أمور قائمة يعني. واليوم جاءت هذه الاستهداف المطار، لربما يعني هناك ترابط ما بين هذين العمليتين. شكرا لك سيد كاظم ياور الباحث والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من أربيل.